وزيرك وزارد أرمها جدها الصومالي لان ياسين حاجي محمود حير فرطون أيا ما تمرك وزير رسمي حلك وقلو وريجي وزيرك هوري علي ورن عدي كدب شرط رأيت كوكا بتحرنت جود وزارد أرمها جدها الصومالي لان أو ربعين تكو رخري تقرأ تكسو بعد حرنت ما تحتوي الصومالي لان أو كوساب سنيد ليح جوابات أو أني ديوان قلنت كوكا بسومين أو كي الله وقوي كما قالد هرجيسا كواسيا وكتهجنا مرن دولاد iyadoo wasiirku sheegay inay ka qabsoomayso diiwaangelinta codbixiyuhu lagana qaban doono 6 goobood kaliya laakiin lagu galayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka balse ay ka reebantahay doorashada golaha baarlamaanka iyo ta deegaanka sidoo kale waxa uu baaq u diray ciidamada qaranka Soomaaliland oo ugu baaqay in ay waajibaadkooda ka gutaan marka laga hirgelinayo goobahaasi diiwaangelinta waxana hadaladiisi kamid ahaa aan halka kan idinku sheegno ama idinku akhrino وريكتوا كسوة بحذي حكومة سومالينان أو لحري ده مصير كا قد بحنتا دي جانا ده لحدا قلبات كا وريكتوا سوحة يقولون سا إن لحدا قوموا أنا مال لفاعين كلية أي كب قايب قاعدنا يعني دور الشدة من الحتوية ده أما من الحوينة فوق دور ريف وضو كاسو هدي أفعفا أيو حوية قوبها عد بحنتا تدك عد بحي ياشا عدك كب بحي اسكدي والقرية كمد وحلو استعمالية وكلية دور الشارع مرحتو يده عدكودة عدكودة كم بحنا يان أما الله أقبل ما يو تا ديجان ده يو تا دور الشارع قرها وكلا قلب كب لبعض قلب كلا ده إنا اللي جل دوني دور الشارع قل ياش برلان كي ديجان ده إلا أنت أنت جوان عبد لقى جاريو هل كأي راعي دونان وحل السوقية حل السوقية لا أنت لا مسير كود جوان لقى جارو وحد كود الله عديو لقى مجري دونو دور الشرع كره وكيلة يدي جانا ده تجمعيك waxaan cadeynayaa in aan diiwaan gelintu cod bixiyo wax saameyn ah ku yeelan doonin go'aanka gaarista 6 goobood iyo kala xadeyntooda ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu wargelinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana ka gutaan waajibaadkooda qaran muddada ay diiwaan gelinta cod bixintu كسعته لحلاق قبض. بقر أحمد عبدي سومال نيوز تيفي هرجيسة.